التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج وفدا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بمناسبة انعقاد مؤتمرهم الدولي. التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم بقصر قرطاج وفدا عن المشاركين في المؤتمر الدولي 32 الذي تنظمه الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بتونس حول محور أداء المؤسسة في وقت الأزمة. هذا وانتظم صباح اليوم بالعاصمة المؤتمر الدولي الذي تنظمه الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين والذي تناول محور المؤسسة خلال الأزمة. المؤسسة في وقت الأزمة كان شعار ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بإشراف رئيس الحكومة لحبيب الصيد، أين تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد وتناول دور المؤسسة عموما في ذلك. الخبير الاقتصادي رؤوف غربال حلل الوضع. الوضع الاقتصادي صعيب برشا، الوقت الظرف الاقتصادي تم اضطرابات كبيرة من جراء معناها الأمور معناها العوامل الاجتماعية والعوامل السياسية، وخاصة زاد من كروش هذه العوامل الاقتصادية العالمية اللي هي ماشي بها بالكل. دونك المؤسسة قاعدة تمر بصعوبات، المؤسسة فما برشا مؤسسات قاعدين يمروا بصعوبات والاقتصاد قاعد يمر بصعوبات، مش نحاولوا كيفاش نعطيوا حلول آليات للانتعاش الاقتصادية هذه، وما تصير الانتعاش الاقتصادية كما تنتعش المؤسسة اللي هي خلية من خلايا معناها الاقتصاد. دونك المؤتمر هذا مش يكون فيه ورشات، مش نحكيه في الآليات الكليكا، ومش مش يكونوا حاضرين معناها من الخبراء المحاسبين اللي عندهم التشخيص، مش يكونوا موجودين زادة كيف كيف من القطاع المالي من القطاع البنكي من المسؤولين في الإدارة بصفة عامة، ومش نشوفوا التجارب زادة كيف كيف الأجنبية، ونحاولوا باش نخرجوا بحزمة من المقترحات بآليات عملية كفيلة بمساعدة المؤسسة على تعدي الخطوات معناتها الصعوبات اللي قاعدة تمر بها. في حين اعتبرت الخبيرة الاقتصادية عواطف الفيتوري أن الخبير المحاسب يسعى دائما إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. المؤتمر متاعنا اللي عملناه دونك عقدته لهيئة الخبراء المحاسبين هو عبارة عن دور الخبير المحاسب لإدارة الشركات واللي لمساعدة الشركات اللي تمر بأزمة، خاصة احنا اليوم نعرفوا اللي بلادنا تمر أزمة اقتصادية، والخبير المحاسب كما العادة ديما يكون موجود هنا لمعرفة المشاكل ولتقديم حلول من شأنها انها تساعد الشركات انها تتخطى المشاكل اللي عنا والأزمات الاقتصادية، ومن بين ذاتها أن يعاون البلاد على أنه تحسين قدرة الشركات وتحسين اقتصاد البلاد. وإحنا ديما عهدنا كون الخبير المحاسب دائما هو مساعد الشركات في كل شيء. خبراء اقتصاديون والكفاءات عالية تسعى جاهدة إلى وضع تونس في طريقها الصحيح، فهل تعمم التجربة؟ وللحديث بأكثر تفاصيل يحضر معنا السيد عبد الرؤوف غربال رئيس مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إذن المؤتمر الدولي تناول اليوم أداء المؤسسة خلال الأزمة، ويعني ذلك أن المؤسسة التونسية اليوم تشكو جملة من الصعوبات، لو نبسط أكثر. هو في الحقيقة المؤسسات الكل تشكي من صعوبات، أما الأمور راهي نسبية، والمؤتمر باش نحطوه في نصابه وفي بقعته معناها في إطاره الحقيقي هو تحسين أداء المؤسسة وقت الأزمات و سي لا بيرفورمانس دو لانتربريز اون بيريود دو كريز. دونك اون بيريود دو كريز في وقت الأزمة المؤسسة عندها أداء حسن ولا ما عندهاش أداء حسن؟ دونك مهما يكون الأداء متاع المؤسسة، حتى كان يكون هو أداء طيب نحبه خير من طيب، كان يكون أداء متوسط نحبه خير من متوسط، كان يكون أداء متدني نحبه يولي متوسط. دونك شنو هما الآليات، شنو هما المقترحات، شنو هما الحاجات اللي مكنوا من تحسين أداء المؤسسة. دونك احنا تحسين الأداء يجي خاصة معناها نطلبوه وقت اللي ثم أزمة. دونك وقت اللي الأمور تبدأ باهية ومزدهرة
ما فماش معناها اون كاد دابوندونس. طيب ما فماش حاجه هيئه الخبراء ايضا انه تقي المؤسسه الاقتصاديه من الازمه. هو دورها باش تقيها من الازمه، لكن اليوم المؤسسه الاقتصاديه والاقتصاد قاعد يعيش في ازمه، الاقتصاد قاعد في تدني، الاقتصاد قاعد في معناها مضطرب، وهذا يراجع للعوامل نقولوها بكل صراحه، العوامل السياسيه. وراجع زاد للعوامل الاجتماعيه، خلينا نقولوها بالواضح للعوامل الاجتماعيه. وزاد راجع للعوامل الاقتصاديه العالميه. معناش حب نقول لك، حب نقول لك ثم عوامل داخليه ثم عوامل خارجيه. والعوامل الخارجيه احنا كيف نجي نشوفوا في اوروبا وفي البلدان معناها المتقدمه اللي كانت نسبه النمو نتاعها 5 و6 و7 و8% وثم حتى اللي ادو شيفر، اليوم نلقاو 1 و1.2 وقد قد بون احنا في دونك متاثرين. وراهو باش نقول لك الازمه الاقتصاديه هذه راهي متوقعه من قبل 10 سنين واكثر من 10 سنين، من وقت نحينا معناها لي بارير دوانير وبدينا في معناها في بطريقه معناها تصاعديه، هذا نعرفوه وقلنا. لكن العدد اليوم نتاع المؤسسات اللي تمر بصعوبات ولا هو اكثر، معناها تلقات من كل بقعه. واليوم المؤسسه بالحق كوسوسوا الخاصة وإلا خاصة العمومية، المؤسسة العمومية اليوم تشكو صعوبات أكثر من المؤسسة الخاصة، ولماذا حسب رأيكم؟ المؤسسة العمومية تكثر تشكي صعوبات أكثر، على خاطر هي المؤسسات العمومية راهو في الواقع هي اللي من خلالها الدولة توصل باش تنال الأهداف نتاعها. هو في الأصل النشاط نتاع المؤسسه العموميه هو نشاط ما يقبلش عليه الخاص الخواص، هو نشاط يا اما يكون معناه في وضعيه احتكار سيتوياسيون دو مونوبول، هذاك يرجع للدوله، والا يكون زاد كيف النشاط اللي الخاص الخواص كيف يخدموا فيه ما يناسبهمش وما يساعدهمش. انت اليوم كي تجي تحب تعمل ترينويت يوليو في الخواص، التذكره مش بتكون بسوم هذاك، بتكون بسوم اخر. دونك سياسه البلاد وثما دي كونترا بروغرام وثما برشا حاجات وثما دي كونترانت وثما سوء تصرف، خلينا نقولوها، وثما فساد وهذا معلن عنه، وتوا وزاره للحوكمه ومقاومه الفساد وهيئه ولجنه مقاومه الفساد، واحنا مش نكونوا بقدرة ربي جزء فاعل في مقاومة الفساد وفي اللجان هذية ونخدموا مع الوزارات المعنية باش نقاوموا الفساد هذا. وإذا كان معناها الدولة ما تخدمش والحكومة ما تخدمش والوزارات ما تخدمش مع هيئة الخبراء المحاسبين لإقامة الفساد، ما تنجم تخدم مع حتى حد آخر. دونك احنا باش نكونوا رحنا فعالين إن شاء الله في المرحلة القادمة في مقاومة الفساد، وهذا يراه الفساد معناها كيف ما نقاوموش مش يرجع على الناس الكليكة. يعني قلتم أنكم ستحيطون بالمؤسسة وستكون هناك مرافقة للمؤسسة، هل أنه دور الهيئة اليوم هو دور يعني استشاري أو دور ممكن يكون رقابي فاعل، خاصة وأنه تم استضافتكم اليوم من طرف رئيس الجمهورية؟ يعني في أي إطار ممكن اليوم أن نضع هيئة الخبراء المحاسبين بتونس؟ هو الدور كيما خلينا نقولوها دور راهو صحيح دور استشاري، معناها يستشارونا وفي العديد من الحالات استشارونا وخذوا براينا وما ندموش، وفي بعض الحالات ما خذوش براينا وحال ما خذوا، ونتذكروا في برشا مناسبات في القانون الماليه نتاع 2014 ما خذوش براينا وقلنا لهم راهو مش يصير ومش يصير وما هو الشيء هذا مش وقت حكايه الاتوات وغيره. دونك الراي هو راي استشاري، اما رحنا فاعلين برشا، احنا نخدموا في وسط المؤسسه، وراهو الاقتصاد هو مؤسسات، والمؤسسه من نسيج الاقتصاد من النسيج الاقتصادي، والمؤسسه شكون فيها يخدم؟ فيها معناها اساسا المؤسسات معناها اللي نحكيو عليهم قاعده عندها في حجم معين وفي مستوى معين وعندها قيمه مضافه معينه، هما يخدموا فيها راهو الخبراء المحاسبين. دونك احنا على الميدان ونعرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف نتاع المؤسسات، ورحنا نعرفوا كيفاش معناها اذا كان تشخيص عندك تجم ادوات معناها تعطيه ويكون ناجع ومفيد. طيب بالنسبة للعوامل الخارجية ربما لا يمكن التحكم بها كما يمكن التحكم في العوامل الداخلية، هل أن المؤسسة اليوم سواء كانت عمومية أو خاصة لم تفهم الوضع الاقتصادي داخلي بعد؟
المؤسسة تحاول باش تفهم الوضع الاقتصادي الداخلي، ولكن احنا نقولوا بصريح العبارة، وكون راهو السوق في تونس سوق صغيرة ولازم الانفتاح على الأسواق الخارجية. وإحنا على هامش المؤتمر متاعنا عملنا المؤتمر هذا بالمناسبة مشاركة فيه البنك الدولي، مشاركة فيه لا فيديراسيون انترناسيونال دي زيكسبير كونتابل فرانكوفون، اللي هي برشا بلدان ناطقه باللغه الفرنسيه، منهم كندا، منهم فرنسا، منهم بلجيكا، ومنهم السنغال. سامحني أن تقدم هذه التجارب، انا مش نوصل لك، خليني بالحديث. منهم السنغال ومنهم مالي، برشا بلدان افريقيه، الجزائر، المغرب، وفي تونس هي عضو في مجلس الاداره نتاع الفيداف. وعملنا مجلس الاداره نتاع الفيداف امس نهار 25 على هامش المؤتمر، وخذينا قرار في المجلس هذا نتاع الفيدراليه الفرنكوفونيه خبراء المحاسبين، باش الدور نتاع الفيدراليه مش يمشي خطوه اخرى لقدام، وباش نسهلوا نعمل لا فاسيليتاسيون فهمت دو ليشانج دو بيان دو سيرفيس، فهمت تبادل الخبرات وتبادل معناها لي مارشانديز لي بيان اي لي سيرفيس، لي بيان اي لي سيرفيس. معناهاش مش حبيت نقول لك، حبيت نقول لك هو في خبراء محاسبين، والخبراء المحاسبين هذوما في العديد من البلدان، واحنا نعرفوا بعضنا، دونك نحاولوا باش نقربوا رجال الاعمال لبعضهم، ونحاولوا باش نسهلوا تصدير المنتوج التونسي للبلدان هذه، ليس فقط البلدان الناطقه باللغه الفرنسويه. اما مادام احنا في الكونفدراليه هذه معناها الفرنكوفونيه، دونك اولا مش نعملوا الخطوه هذه، وهذا لو بلوس اللي مش نعطيوه. وكان تجاوب من كل معناها الحاضرين في مجلس الاداره على اساس باش احنا زاد الناس كل راهي حاسه بتونس، والناس الكل تحب تشجع تونس، غير بركة يستقر الوضع الأمني، غير بركة يستقر الوضع الاجتماعي، خاطر اليوم رحنا زاد باش نكونوا واقعيين. الوضع يستقر أيضا بالوضع الاقتصادي، راهو مش حتى حد وقت اللي فما جريفات، وقت اللي ثم احتجاجات، وقت اللي فما تعطيل معامل، راهو الناس اللي قاعدة موجودة قاعدين يخرجوا، والناس اللي ما جاوش ما يحبوش يجيو، أما يستناو في الوضع يستقر. وين فوا راهو الوضع يستقر، مش تجي برشا يعني برشا. الهيئة اليوم تعاضد دور الحكومة لاستقرار الاقتصاد الداخلي واستقرار اقتصاد المؤسسات التونسية أيضا، كما قال السيد رئيس الجمهورية مشكور جدا، قال خبير المحاسب هو درع الاقتصاد الوطني، وإحنا فخورين معناها بالدور هذا، وإحنا نحبوا نكونوا رياديين في عملنا، وطلبنا باش حتى القانون المنظم للمهنة يتبدل، وبارك الله فيه مشكورين معناها، وفقاعة تفاعل مع وزارة المالية منذ احنا بدينا نخدم على القانون راهو منذ سنوات، ولكن توا ولات تسريع في القانون هذا، وآليات الرقابة زاد على المراقبين اللي هم من خبراء محاسبين ومراقبي حسابات وتنظيم المهنة، واحنا اليوم حاجتنا بعدد كبير من خبراء المحاسبين باش يكونوا فاعلين في الساحة الاقتصادية وفي الساحة المالية. قلتم خلال المؤتمر أنه الهيئة أيضا قادرة على خلق التنمية، كيف ذلك؟ والإحاطة بالمؤسسة؟ احنا الإحاطة بالمؤسسة هي موجودة، ولولا نصحوا متاع الخبراء المحاسبين لما كانت الأمور كما توا، واحنا نتذكروا في عام 83، انا نتذكر شويه مش برشا، ما نعرف حتى ما عشتش الوضع قد ما عايشتوش، اما نعرف على اطلاع في 83 84 وقت اللي 83 وقت اللي خلقت هيئه الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيه، الوضعيه كانت متردئه جدا، ورحنا احنا رجال الازمات، وازمات صارت عام 86 ازمه كبيره برشا وخرجنا بها بسلام، ورحنا ملقحين معناها، ورحنا غير بركة تستقر الأوضاع الاجتماعية. 83 تكونت الهيئة، وشافوا الجدوى متاع الخبراء المحاسبين، شنو أعطاوا الخبراء المحاسبين، شنو هي الإضافة اللي أعطوها، والدليل على ذلك في عام 87 عمموا مراقبة الحسابات للشركات العامة، والشركات مع المؤسسات العمومية نحب نقول، ولات مراقبة معناها بعض الشركات مش الكل، وحنا تو نطالبوا باش يكونوا الشركات الكل، مش خاطر نحن نحبوا الخدمه لارواحنا، اما خاطر نحبوا المصلحه لبلادنا. دونك كي شافوا الفائده وكيف شافوا الاضافه اللي قدمها الخبير المحاسب في القطاع الخاص، قالوا لما لا زاد للقطاع العام. وفي الدكري نتاع
527 هو اللي من وقتها اجبر المؤسسات العموميه شريحه من المؤسسات العموميه باش تخضع لرقابه الخبراء المحاسبين. وراني كيف نقول الرقابه مش بمعنى التثبت والفيريفيكاسيون في زاد كيف لا ميتريز التحكم. احنا نجيو للشركه نقول اه نقاط الضعف نتاعك وهو نقاط الضعف نتاعك وين مش تادي وهو المخاطر وهو كيفاش تصلح. طيب هيئه ناضجه عمرها اكثر من 30 سنه، هل هناك اهداف استراتيجيه واضحه لانقاذ المؤسسات في السنوات القادمه ونحن نعيش وضع بين الظفرين، ربما وضع اقتصادي متردي ان توافق على هذا الوصف؟ المذكره التوجيهيه 2016-2020 مذكرة معناها منطقية طموحة فيها معناها ديزوبجيكتيف ظاهرين الناس كل لازم نخدم عليهم باش نوصلوا لهم. وكما نقولها ونعاودها راهي المؤسسة واعية ورجال الأعمال راهم واعيين، واحنا اللي قاتل الاقتصاد زادة راهو القطاع الموازي، والدولة معناها على يقين بذلك ومتفطنة وواعية وعندها معناها عزيمه عندها عزيمه باش تصلح الوضعيه وباش الناس اللي في القطاع معناها هذا الانفورمال يدخلوا بشويه بشويه في القطاع، حتى مش بشويه بشويه، احنا ماذا بينا الكلهم تقع معناها ضمانات، يقع تحفيز، يقع تشجيع الناس كل اللي تجي كان بالتشجيع. والمفيد ثم فائده ترجع على البلاد الكل وعلى الاقتصاد بصفه عامه. هل ممكن أن تعطينا أمل في ختام هذا الحوار؟ أختم بسؤال، هل أن الانتعاش الاقتصادية ممكنة أم حلم بعيد المنال؟ الانتعاش الاقتصادية جيدة جاية إن شاء الله. فما رجال قاعدة تخدم، فما شوانت قاعدة محلولة، وقتاش؟ وقت تركح الأمور. فما شروط، معناها الوضع الاجتماعي يلزم يتحسن صحيح، معناها يلزم ثم إكيليبر، ثم توازن، فما توازن فما حقوق. وما نحكيوش كل شيء على الحقوق، نحبوا نحكيوا على الحقوق، راهو احنا كي نمشيو للمؤسسات نقولوا نشوفوا الحقوق نتاع العمل معناها وفي المقابل الواجبات ثم الواجبات. هذا هو كي نحكيو معناها على معادله، على موازنه، على هذوما حقوقك وهذوما واجباتك. واللي مش يجي باش يستثمر راهم مستثمرين برشا، وراهي تونس تستقطب العديد من رجال الأعمال، ورحنا غير بركة تركح الأوضاع الأمنية، وخاصة أنني نقولها وخاطر كي تبدأ الأوضاع الاجتماعية داخلة بعضها الأوضاع زاد الآخر يتبع بعضه، دونك وخاصة الأوضاع الاجتماعية راهو الانتعاش جاي وفما عزيمة، فما معناها الحكومة ديترميني باش تلقى حلول، وفما خدمة قاعدة تصير في الوزارات وخاصة في وزارة المالية. فما ناس وقع انتدابهم معناها لمأموريات ولحاجات معناها بيان ديفيني، وإن شاء الله إن شاء الله المستقبل خير. يطلب شوية وقت، إن شاء الله الوقت هذا ما يطولش. سعدنا بحضورك السيد عبد الرؤوف غربال رئيس مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، شكرا على حضوري معنا. بارك الله فيكم، شكرا لكم. ختام النشرة مشاهدينا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى اللقاء.